بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذا أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. من جوار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، زرنا عنكم جميعا مرقد الإمام الحسين عليه السلام، مرقد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، بهذه المناسبة الميمونة عيد الغدير الأغر. اليوم جميع الدعوات مجابة وجميع الأعمال مقبولة. وضعنا رقعة الحاجة لصاحب الزمان عليه السلام لكل من أوصانا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقضاء الحاجات على يده الشريفة. ونحن متيقنين كل اليقين بأن جميع هذه الرقع وصلت إلى يد صاحب الزمان إن شاء الله تعالى كما جاء في الروايات الشريفة. لا تنسونا من فضل دعواتكم، زرنا عنكم مع الغالية والزوجة الطيبة خادمة الإمام الحسين ومآمنة العزيزة ومع العيال، ونسأل الله قبول الدعاء والزيارة. لا تنسونا أنتم كذلك من فضل دعواتكم في هذا اليوم المبارك. برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.